اسمي جانا الألفي، أنا بلعب تحت 16 سنة نادي الأهلي من وأنا صغيرة خالص. بابايا كان مدرب باسكت، فكنت على طول يعني بحضر معاه التمارين وكان بيعلمني باسكت على طول. مامتي كانت بتلعب فولي، فأنا جربت اللعبتين بس حبيت الباسكت أكتر. هي لعبة ممتعة بصراحة، وأنا حبيتها عشان زي ما قلت حضرتك أنا جربت اللعبتين، بس حسيت إن الباسكت بول فيها متعة أكتر وفيها احتكاك كتير وكده، بس أنا حبيتها. بدايتي فيها كانت أنا طبعا كنت لسه صغيرة، فكنت لسه بتعلم إزاي أمسك كورة وأعمل دريبل وكده بس. فمرة على مرة اتحسنت أكتر، وبالتمارين بقى ابتدى مستواي يتحسن الحمد لله. هو وأنا صغيرة بصراحة كنت قصيرة جدا، يعني قصيرة يعني مش طويلة من صغري، أنا مش طويلة. جيت بقى طولت في السنة اللي قبلها واللي بعدها، ابتديت أطول يعني في السنتين اللي فاتت. بالنسبة للدراسة احنا الموضوع بيبقى شق شوية، احنا مش زينا زي الطالب العادي، احنا بيبقى الموضوع عندنا فيه اجهاد جامد، لان بنطلع من المدرسة صباحا، بنروح المدرسة بنرجع محضر لها كل حاجتها للغدا طبعا، وهدومها للتدريب وكده، بنطلع النادي بنتمرن بنعمل واجباتنا ودروسنا، وبعدين بنروح يدوبك على النوم. فبيبقى الموضوع فيه إجهاد، بس أنا صراحة بيبقى حافز كبير جدا للمذاكرة، لأن كل ما الطالب بيبقى لو ما رحناش التمرين ده بالنسبة لها هيبقى شيء مؤلم جدا، هي مش هتقدر تصنع التمرين، فبالتالي ده الحافز. طول ما احنا كويسين في الدراسة يبقى احنا لازم نروح التمرين، والعكس صحيح. طول ما أنا كويسة في الدراسة في الأهلي وفي التمرين ومع زمايلي يعني متعاونة ومجتهدة، لازم طبعا ان انا ابقى ملتزمة بدراستي. وبجانب كده طبعا بيبقى في دروس بتفوتني كتير صراحة، المدرسة بيتعاونوا معاها وكلهم يعني بيحبوها جدا، لان هي بتقدر في وقت قليل تلم دراستها اللي مثلا بيفوتها مع سفرية مع معسكر مع كده، فعشان كده المجهود بيبقى مضاعف. فطبعا بذاكر معاها وبنعمل ملخصات وبنعمل كل اللي نقدر عليه، بحيث ان الحمد لله بشهادة مدرسينها ان هي الحمد لله من المتفوقين في المدرسة جدا ما شاء الله على زنا، ودي حاجة بتبقى انا فخورة بيها جدا، لانها بتبقى قدوة ليها ولاخواتها ان هي تبقى، لان هم برضه بيلعبوا باسكت زيها، فطول ما هم شايفينها دي قدوتهم ومجتهدة في الاثنين وهم في المدرسة مع بعض، كل المدرسين يسألوا انت اخت جنى، انت اخو جنى، لا دي جنى كانت شاطرة جدا في المدرسة. فاللهم لك الحمد، ربنا يديمها نعمة، بنجتهد وبنقول يا رب وهو المعين، وان شاء الله ربنا يكتب لهم النجاح في حياتهم. والله احنا الفترة اللي فاتت دي كنا في اجازة، هنبتدي اهو الدراسة يعني الاسبوع بعد اسبوع ولا حاجة. في الايام في السنين اللي فاتت كان بيبقى عندي امتحانات وماتشات، فيعني كنت مثلا بطلع من الامتحان اروح على الماتش على طول، اول ما اخلص ماتش اروح اذاكر بقى، ببقى مذاكرة من قبلها. فوالله ربنا هو اللي بيوفقني الحمد لله. جنى الحمد لله يعني هي موهوبة من صغرها، يعني هي تعتبر من أول ما اتولدت وإحنا متواجدين في النادي، لأن هي طبعاً ابنة للكابتن إيهاب الألفي، وده كان من حظ السعيد إن أنا أبقى زوجة إيهاب الألفي مدرب الباسكت بول بالنادي الأهلي. وسبحان الله القدر بيجمع بين الناس بدون ترتيب، والحمد لله يعني اتجوزنا على خير، وكان الكلام ده سنة 2003، وربنا لزقنا بجانا 2005، وشوية شوية بصينا لقيناها بتمشي في وسط الملاعب لوحدها، شايفة حواليها كل الألعاب، بس هي طبعا الباسكت بول يعني هي كانت مايلة ليه أكتر، لأن بدل ما تكبر بقى شوية شوية ودخلت السن اللي هو من أول 5 سنين 6 سنين، وديتها الفولي بول على أساس إن هي تتمرن فولي زي مامتها، بس زي طبعا، بس هي الحقيقة راحت لقيتها بقى لوحدها بتعمل المهارات الباسكت بول،
بتعمل مهارات لوحدها واكتسبتها لوحدها، وماما اتفاجئ بيها ولقيناها راحه للباسكت بول لوحدها، وسيبنا بقى الفولي والحمد لله. يعني شويه شويه لقيناها كل سنة عن سنة موهبتها بتبان وبتكتسب خبراتها وبتكتسب ألقاب في الناشئين. سنة مثلا في السن تحت، هي طبعا مواليد 2005، فكانت في الموسم بتاع 2017 حصلت على أحسن لاعبة وعلى منطقة القاهرة، وبرضو حصلت على منطقة القاهرة برضو 2018 السيزن دوت برضو حصلت على أحسن لاعبة. وهي الحمد لله باباها طبعا بيكسبها مهارات، وهي عندها جينات رياضية اكتر مني طبعا ومن باباها، فهي ما شاء الله عليها مميزة جدا، وربنا بيكتب لها التوفيق وبتبقى سبب في مكسب للنادي في كل الاوقات اللي بيبقى فيها ازمات او احنا مثلا خلاص. ألفي من اللعيبة البروميسنج اللي طلع بقالها سنتين ثلاثة سنها صغير، من لعيبة البروميسنج اللي هتبقى في منتخب مصر وفي النادي الأهلي بعد كده، لعيبة موهوبة، لعيبة كويسة، لعيبة خامة كويسة. يعني كمان سنتين هتبقى حاجة ما جاتش في مصر، يعني السايز ده ما جاش في مصر قبل كده. يعني طبعا يعني هي مؤهلة جدا من دلوقتي اللي هي تطلع الدرجة الأولى. طبعا في فواري اللي هي صغيره لسه ما كبرتش للدرجه اللي هي، بس طبعا بعد كده السنه الجايه تبدا تخش. السنه دي هنحاول تبقى هنثبت السنه دي تبقى احتمال تبقى موجوده معانا في التمرين، لان يعني قانونا ما ينفعش تلعب معانا اللي هي لسه تحت 16 سنه، ما فيش تصعيد من ال 16 لحد الدرجه الاولى، بس هي المفروض بتتمرن مع فرقه ال 18 سنه، واحتمال تتمرن مع فرقه الدرجه الاولى، فلا يعني مؤهله كويس قوي يعني. والله دي هتبقى حاجه بتاعتها، يعني هي هتبقى ده قرارها، اكيد جاي لها عروض، جاي لها سكولر شيب، دي هتبقى حاجه كويسه في مدرسه او بعد كده في جامعات. عندها منتخب مصر، انا بصفتي ماسك منتخب مصر اللي وصل كاس عالم من شهر، عندنا كاس عالم السنه الجايه، السن بتاعها مسموح اللي انا ابص على بعض الناس منه، فهي اوريدي هي واثنين ثلاثه هيبقوا موجودين معانا في المنتخب برضو، دي برضو حاجه كويسه لو ربنا كرمها وكملت في المنتخب ووصلت لحد ال 12 اللي هيمثلوا مصر في كاس العالم، اكيد في ناس هتبص لها هناك، فعندها مشوار طويل وهي قده ان شاء الله. اقول لها لازم تحافظ على المستوى دوت، لازم تتمرن اكتر، لازم تركز اكتر، لازم تبدا تبني لنفسها هي عايزه ايه، واحنا معاها هنا مدربين القطاع كلهم معاها، سواء من انا او مدربها كابتن عمرو صابر او من كابتن سيد صابر مدير قطاع الناشئات كله، مش هي بس يعني كل المجموعه، لان احنا عندنا في ناس طالعه ناشئين كويسه جدا. أكتر بطولة قريبة لقلبي يمكن بطولة المنطقة السنة اللي فاتت، عشان دي احنا كنا بنلعب فرقة كويسة، فرقة زهور، ودي كانت تقريبا أول مرة نكسب فرقة زهور. السنة اللي فاتت جانا ربنا الحمد لله بيوفقها، إن هي كانت على آخر السيزون، كنا مثلا في ماتش الفاينل مع زهور كنا خسرانين 12 بونت، الحمد لله ربنا هي طبعا بمشاركة زمايلها ومساعدتها ليهم طبعا، وهم بيساعدوا بعض، مش هي لوحدها طبعا، هي فريقها
متكامل ومتعاون، بس الحمد لله ان ربنا يوفقنا، لان هي كانت ثلاثيتها باربع نقاط مش بثلاث نقاط، فهي ما شاء الله قدرت مع مشاركه زمايلها ان تعمل الدرو ونكسب الفاينل. ودي كانت من اهم الحاجات، ان الواحد بيتعب وبيجتهد بايده، مش لمجرد ان باباها مدير فني للنادي الاهلي على مدار ثلاث سنوات، لا هي الحمد لله مجتهده جدا وبتعمل اللي عليها، والحمد لله ربنا بيكتب لها التوفيق. افريقيا في الجونيور ام بي اي، هناك في سيستم معين، احنا كنا على طول كل يوم الصبح نصحى بدري جدا ناخد البريكفاست وبعدها نعمل ميتنج ونروح على الماتش. ممكن بقى احنا الولاد كانوا معانا فبنقعد نستنى نتفرج على ماتش الولاد وبعدها نروح كلنا على الاوتيل مع بعض. والله انا كنت مبسوطه جدا عشان ده طبعا الخبر كان مخليني سعيده جدا والحمد لله. جانا اكتسب خبرة كبيرة جدا برحلتها للسنغال، كان المعسكر هناك معسكر جونيور ام بي اي، وكانت المعسكر ده بيجمع كل لعيبة افريقيا، قارة افريقيا، من السنغال ومن الكاميرون ومن نيجيريا ومن مختلف الدول، وما شاء الله هما طبعا بيتميزوا بالقوة البدنية والطول، كل عناصر المقومات للعبة كرة السلة، والحمد لله السنة دي كان فريق مميز جدا، يعني لأن بمشاركة جنى وشذا وحسن، شذا من نادي الزهور وحسن من نادي سبورتنج، فمن أحسن اللعيبة اللي موجودة في مصر، ربنا يكتب لهم النجاح والتوفيق يا رب. وراحوا ومثلوا بلدنا هناك مع منتخب قارة أفريقيا ولعبوا وفترة تدريبية هناك، وبعدين انطلقوا بقى لأورلاندو في الولايات المتحدة، وكانت رحلة شاقة جدا وكانت جديدة لأن احنا أول مرة نركب طيارة ونسافر بيها ولوحدهم، بس هم قد المسؤولية واستودعناهم عند الله، وهم أنجزوا إنجاز كبير وشاركوا مشاركة جميلة. والمفاجأة جميلة إن بنتي لما راحت كمان اكتب لها ربنا التوفيق وتاخد لقب أحسن حد أحرز نقاط، يعني اللي هو يعتبر السكورر أوف ذا تيم، يعني أو في البطولة كمان، يعني هي أكتر لعيب أحرز نقاط على مستوى البطولة. هو عشان أنا السنة دي أول سنة 16 سنة ليا، يعني أنا 2005 ومعايا الأكبر مني، فلا احنا بالتمرين اتعودت عادي خلاص، الموضوع عادي جدا. ولا هو يعني هم مش مفرقين ما بين الكبير والصغير، كلنا واحد، وهم يعني كلنا كل مستوى 2005 اتحسن مع 2004 كمان. دور كابتن ايهاب دور ليه كبير جدا، هو زي ما قلت حاجه، هو اللي معلمني باسكت، هو معلمني ازاي امسك كوره اصلا. لا هو من صغري بيشجعني، حتى لو مثلا انا مش كويسه في حاجه وانا صغيره بيقول لي لا حاولي تقدري تعملي كده، وعلى طول بيشجعني وبيحمسني على كل حاجه. لا مامي بابي بصراحه يعني اكتر اثنين مهمين في حياتي، طبعا هما الاثنين الوحيدين اللي يعني بيديني سبورت جامد جدا. جانا قبل اي بطوله طبعا بتبقى متوتره جدا يعني، بس هي ما شاء الله عندها ثبات انفعالي، يعني ممكن انا بحاول على قد ما تقدر ان احنا طبعا الحمد لله يعني بنلتزم في صلاتنا وبندعي ربنا وبنلتزم في تمريننا، فالمعادلة مع بعضها مع الصلاة والدعاء والتهيئة، لأن احنا حتى لو الخصم يعني أقوى منا، حتى لو الخصم يعني أجمل منا، أنا بحب جدا إن بنتي تبقى متعودة إنها ما عندهاش الرغبة إنها تخاف من حد، يعني فريق أحسن أو بتاع، أنا هعمل اللي عليا والتوفيق بتاع ربنا، لأن هي طول ما أنا بجتهد، إنما أنا لما أخاف وأرتبك مش هعرف أعمل حاجة، مش هعرف ألعب، وفي الآخر المجتهد واللي بيعافر لحد آخر المباراة لحد آخر صفارة الحكم
ربنا بيكتب له التوفيق، حتى لو كان الفريق اللي قدامه أقوى منه. يعني زي ما وضحت قبل كده إن هي ما شاء الله هي وفريقها فرق كتيرة، ظهور فرق كويسة، سموحة فرق كويسة، برضو الفرق بيننا بيبقى قليل برغم إن هما فرقة بتبقى قوية، بس إحنا الحمد لله بنعافر لآخر وقت وبندعي ربنا. حتى لما بنخفق مثلا خسارة باسكت أو بتاع، الموضوع بيبقى بسيط، ما بنحسش إن إحنا بالهزيمة، بل بالعكس إحنا بنبقى طالعين حاسين يعني إن إحنا عملنا اللي علينا واجتهدنا، وبنطلع نسلم على الخصم وانتهى الـ 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 الروح الرياضية الفعلية مش أي كلام. لأن أنا طول ما أنا بتعامل مع خصمي لأن هو بكرة هيبقى زميلي في المنتخب، ده اللي بربي عليه بنتي، إن أنا بهيئها إن هي لازم حتى كل فرق مصر يبقوا متعاونين، لأنهم إحنا في الآخر إحنا مجتمع على مجتمع، نجمع مرة تانية على في المنتخب القومي ونبقى دعامة قوية، نتنافس بكل قوة، بس ما يبقاش في أي روح من اللي هي السلبية اللي ممكن تأثر في الآخر على الأداء. مامي كانت رياضية طبعا، فكده عطوب تكلمني في الروح الرياضية، لو تكسبتي خسرتي مفيش مشكلة، روح سلمي على فريق تاني عادي مفيش أي مشاكل عادي. حتى بابي برضو زي ما قلت حضرتك بقى طبعا هو معلمني الباسكت أصلا. أنا بدعي لها بكل وقتي وفي كل أدام بدعي لها هي وأخواتها إن ربنا يكتب لها التوفيق، وبحفزها جدا وبقويها جدا ودايما في ظهرها وبدعمها، والحمد لله ربنا يكتب لها التوفيق في كل حياتها يا رب. مثلي الأعلى في مصر في نادين سلعاوي، هي محترفة بره مصر مش هنا، وريم موسى بتلعب دلوقتي في نادي سموحة، وسوريا محمد بتلعب في الأهلي. مثلي الأعلى في الـ NBA هو ليبرون جيمس بيلعب في الليكرز. نفسي حقق طبعا بطولات كتير السنة اللي جاية مع النادي الأهلي، وإني ألعب في الفيرست تيم إن شاء الله، وإني ألعب في الـ WNBA.